السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، الطيبة الطيبة لكم. أنا أحمد من كوريا الجنوبية. يظن بعض أصدقائنا أن هذه اليد يد اليسرى. نعم، يبدو هنا أن هذا اليد يسرى، لكن بصراحة هذه اليد يد اليمنى. على كل حال، أدرس حاليا في الجامعة بعد تحصيل البكالوريوس لكي أحصل على الماجستير. فاليوم سأحدثكم عن قصتي في مرحلة البكالوريوس إن شاء الله. طيب، يجب على الطلاب الكوريين في مرحلة البكالوريوس أن يستمعوا إلى محاضرات غير متعلقة بقسمهم. أما أنا فكنت أستمع إلى محاضرة خاصة بتصميم، يعني ديزاين. لا أهتم بالتصميم، لكن سمعت أنه من السهل أن نأخذ درجة جيدة في هذه المحاضرة. لهذا السبب كنت أستمع إلى هذه المحاضرة. على كل حال، أصغى الطلاب من أقسام مختلفة إلى هذه المحاضرة أيضا. ذات اليوم شرحت الأستاذة في هذه المحاضرة المغرب، فكنت سعيد جدا لأن المغرب مرتبط بمجالي. لكن بعد قليل شعرت بالغربة، لأن هذه الأستاذة قالت هكذا: المغرب يقع في أوروبا. وقالت أيضا إن الأمير يحكم المغرب. وأضافت أن هجوم المغرب أصغر من هجوم كوريا الجنوبية. والله هذا غريب جدا، أليس كذلك؟ بعد قليل تعرفت على أنها لم تميز موناكو عن المغرب. المغرب دولة مألوفة بالنسبة لي، فأعلم أن موناكو والمغرب مختلفان تماما، لأني أتخصص في تاريخ المجتمعات الإسلامية. لكن لا يميز قليل الكوريين المغرب عن موناكو، أو يظنون أن موناكو والمغرب هما نفس دولة. إذن لماذا؟ بسبب اسمهما. المغرب باللغة الكورية موروكو، وموناكو موناكو موناكو. المغرب موروكو وموناكو موناكو. والله اسمهما متشابه باللغة الكورية، لهذا السبب يقوم بغلط بعض الكوريين في تمييز المغرب عن موناكو، أو يعتقدون أنهما نفس الدولة. ربما طلاب الذين أصغوا إلى هذه المحاضرة أن المغرب يقع في أوروبا ويحكمه الأمير وحجمه أصغر من كوريا الجنوبية. هناك حالة شبيهة أخرى، إندونيسيا والهند. يظن قليل الكوريين أن إندونيسيا والهند هما نفس الدولة. إندونيسيا والهند إنهما غير متشابهتين، أليس كذلك؟ إذن لماذا؟ في هذه المرة من جرة اسمهما أيضا. إندونيسيا باللغة الكورية إندونيسيا، هذا إندونيسيا باللغة الكورية إندونيسيا. أما الهند فهي باللغة الكورية إندو، الهند إندو، وإندونيسيا إندونيسيا، والهند إندو، إندونيسيا وإندو، إندونيسيا وإندو. والله
يحتوي اسم إندونيسيا على الهند في اللغة الكورية. لهذا السبب يظن قليل الكوريين أن الهند وإندونيسيا إنهما نفس دولة. والله هذا مضحك.